السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى من الله أن الجميع يكون بخير وفي أحسن الأحوال. شكرا لكم أصدقائي للتفاعل ديالكم في القناة ديالنا. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على التوقيت والمواعيد ديال المباراة اللي غتجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب طاجيكستان برسم الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم أوزباكستان لكرة القدم داخل القاعة. كذلك غادي تعرفوا إن شاء الله على القنوات الناقلة لهذه المباراة. ولكن قبل ما هادشي اصدقائي، كنتمنى منكم تشتركوا في القناه ديالنا وتفعلوا زر ديال الجرس. كذلك كنتمنى منكم اصدقائي تخلوا لنا لايك لهذا الفيديو، اللايك ديالكم كيحفزنا وخلينا نجيبوا فيديوهات اكثر. اذا اصدقائي، المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه يدشن اول مبارياته في الجوله الاولى من دور المجموعات امام منتخب طاجيكستان. المباراه ان شاء الله اللي غتكون اليوم على الساعه 4 بتوقيت المغربي والجزائري والتونسي، كذلك بتوقيت 5 بتوقيت مصر. المنتخب المغربي اللي جاء في المجموعه الخامسه، المجموعه اللي كتضم كل من طاجيكستان بنما والبرتغال. المباراه الاولى كما سبق واشرت لي غدا تجمعوا امام منتخب طاجيكستان اليوم ان شاء الله على الساعه 4. ثاني المباريات في دور المجموعات غادي تجمعوا امام منتخب بنما، المباراه ان شاء الله اللي غادي تجرى يوم الخميس القادم 19 شتنبير على الساعه 1:30. المباراه الثالثه والاخيره في دور المجموعات غادي تجمعوا امام منتخب البرتغال اللي غادي تلعب ان شاء الله يوم الاحد القادم 22 شتنبير 2024. اذا اصدقائي، بالنسبه للقنوات الناقله لهذه المباراه سوف تنقلها حصريا قناة بإنت سبورت المفتوحة كما سبق وذكرت القناة عبر صفحتها على الفيسبوك. قالت أنها ستنقل المباراة عبر قناتها المفتوحة قناة بإنت سبورت HD على نيلسات. كذلك القناة المغربية الأرضية سوف تنقل هذه المباراة عبر بتين أرضي. كذلك القناة البرتغالية سبورت TV سوف تنقل هذه المباراة. يعني هذه المباراة متاحة للجميع، يمكن للجميع مشاهدتها. الآن أصدقائي، لا بأس أن نتعرف على باقي المجموعات المشاركة في كأس العالم. المجموعة الأولى التي تضم كل من باراغواي، أوزباكستان، هولندا وكوستاريكا. المجموعة الثانية تضم البرازيل، تايلاند، كرواتيا وكوبا. المجموعة الثالثة تضم الأرجنتين، أفغانستان، أنغولا، أوكرانيا. المجموعة الرابعة تضم ليبيا، إسبانيا، كازاخستان ونيوزيلندا. المجموعة الخامسة والتي يوجد فيها المنتخب المغربي تضم طاجيكستان، البرتغال وبنما. المجموعة السادسة والأخيرة تضم كل من غواتيمالا، فرنسا، إيران وفنزويلا. إذا أصدقائي، كان هذا هو توقيت وموعد مباراة المغرب وطاجيكستان بالنسبة للجولة الأولى من دور المجموعات. أتمنى هذا الفيديو أن ينال إعجابكم. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا هذه وتفعلوا خاصية الجرس. كذلك أصدقائي، أتمنى منكم أن تضعوا لنا لايك لهذا الفيديو.